خطيرة على دفاع المينا خطيرة على دفاع المينا. وماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء لفائدة الليتر، ضربة جزاء لفائدة الليتر في وقت 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. الإيتر يتحصل على ضربة جزاء فعلا كانت خطيرة، خطيرة من بدايتها لأن المساحة كانت موجودة لفائدة سامويل إيتو، وهذا التدخل من جدع. خطيرة من بدايتها لأن المساحة كانت موجودة لفائدة سامويل إيتو، وهذا التدخل من جدو.